محمد هنروح لأرض الملعب وزميلتنا سلا حامد ولقاء مع لاعبة الفريق منى خالد. اتفضلي يا سلا. برحب بك يا كابتن هيثم، وطبعا برحب بكل ضيوفك الكبار والكابتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا خليني ابارك لك يا كابتن هيثم وبارك لكل جمهور النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بفارق 7 نقاط في مباراه اليوم بنتيجه 35-28. ويمكن النهارده كمان معايا واحده من نجوم المباراه النهارده زي ما حضرتك قلت منى خالد. طبعا يا منى في البدايه برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي وعايزه ابارك لك على مباراتكم النهارده. اكيد دي اول مباراه، لسه في مباراه بكره وبعده اصعب مباراتين في الدورة الأخيرة. كلميني عن مباراة النهاردة وإزاي استعدتوا المباراة دي. الله يبارك فيكي. احنا النهاردة يعني احنا دايما عندنا طقوس كده ان احنا لازم بنتفرج على الماتش، بنتفرج على المنافس، بنديله احترامه، بنعرف هو بيعمل ايه في الجيم على طول، وعشان نعرف نأسس الدفاع والهجوم على نقط الضعف دي. بس طب تكلميني عن مباراة النهاردة وطبعا أدائكم في الشوطين، في الشوط الأول والشوط الثاني. احنا كنا عايزين نظبط الدفاع، اهم حاجه الدفاع، لانه يعني انت لما بتدافعي كويس الفرقه اللي قدامك خلاص بتبقى حاسه ان هي ما عندهاش اي حلول، ونجري فاست بريك، وده دايما بيسرع انه خلاص اللي قدامنا يقع ونكسب ان شاء الله. طبعا بكره يا منى في اصعب مباراتين، مباراه الشمس ومباراه سبورتنج بكره وبعده خلاص. يمكن دي من اصعب الفرقتين كمان اللي انتوا واجهتوها طوال الموسم في بطوله الدوري او في مختلف البطولات. تكلميني ازاي هتستعدوا للمباراتين دول بالاخص ومباراه الشمس بكره ان شاء الله. احنا الحمد لله واخدين البطوله دي خطوه بخطوه، فاحنا خلصنا خطوه خلاص ورا ظهرنا، دلوقتي احنا هنركز على كل ماتش لوحده. هنركز على انه كل واحد دلوقتي، ان احنا دلوقتي عندنا بكره ماتش، هنركز على نقط الضعف برده، وهنريح ونبتدي نبدا خطوه جديده يعني لكل ماتش. طبعا يا منى اكيد كابتن يحيى يوسف بيتكلم معاكم دايما. امبارح انتوا خلصتوا تدريبنا على نفس الصاله، دخلتوا في معسكر مغلق، كلمين دايما بيتكلم معاكم يقول لكم ايه قبل المباريات المهمه اللي زي دي، وطبعا الحاسمه ان شاء الله ان هي هتحسم لكم ان انتوا تتوجوا ببطوله الدوري العمومي للسيدات. هو الكابتن عامة بيركز معانا على الحتة ان احنا نبقى احنا واثقين في نفسنا، احنا يعني لو احنا كويسين خلاص مفيش حاجة بتقف قدامنا، فدايما بيقول لنا الكلام ده في الاجتماع، ودايما بيركز معانا ان احنا نركز في الدفاع والهجوم زي ما بقول لك، بس دايما العامل النفسي ان احنا نبقى مركزين واحنا اللي نركب الماتش. منى بشكرك جدا طبعا وبالتوفيق ان شاء الله في مباراة بكرة والمباراة اللي جاية، وان شاء الله تفرحونا التوجه ببطولة الدوري. ان شاء الله. ميرسي قوي، شكرا. ده طبعا كان لقاءنا يا كابتن هيثم مع واحده من نجوم المباراه النهارده منى خالد، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. زميلتنا سلا حامد من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا.